ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. تدريبات الشوتينج تدريبات ممتازة، يعني كل مدرب يرغب بها لأنها فاكهة الوحدة التدريبية. فإذا جاء تدريب للشوتينج بعد فترة الإحماء وتعمل بمسافة يعني من خط تماس لخط تماس بعرض الساحة، وتضع هدفين متحركين، تضع حراس مرمى، والهدفين ذولا على بعد ما يقارب 20 ياردة للداخل، يعني مو على خط التماس، وإنما فتكون مسافة التصويب جيدة لأن هناك عملية تربط. فاثنين يربط مع أربعة، وخمسة يربط مع ثلاثة، لكن اثنين راح يصوب كرة أربعة، وثلاثة راح يصوب كرة خمسة، وخمسة وأربعة لاحظ السهم الأخير يراقبون التصويب بطريقة الريباوند. فتبدي الحركة ثلاثة واثنين دحرج إلى مسافة معينة، تكون هناك قد تكون هناك علامات، قد تكون هناك يعني المدرب يضع بعض الإشارات لتحديد مسافة الدحرجة مثلا، فيأخذ علامة مثلا يخليها هنا مسافة الدحرجة يسموها، ويأخذ علامة ثانية يضعها هنا علامة تحديد المكان اللي عنده من عنده تحدث الدحرجة. عندما يصلون للعلامة يمرون باتجاه زملائهم، فاثنين يمرر الأربعة، أربعة يهاجم الكرة، وثلاثة يمرر إلى زميله، خمسة يهاجم الكرة، خمسة يهيئ الكرة أمام الهدف بي، وأربعة يهيئ الكرة أمام الهدف أي. لكن اثنين ثلاثة يروح يصوب كرة خمسة، واثنين يروح يصوب كرة أربعة، أربعة يتابع تصويبة اللاعب اثنين، وخمسة يتابع تصويبة اللاعب ثلاثة، وبعدين يبدلون المراكز وتستمر العملية على هذه الشكل. إذن لاحظ أنه أنت ثلاثة بنى ويا أربعة، لكن راح صوب كرة خمسة، ونفس الشيء اثنين بنى ويا خمسة، لكن شوف راح صوب على هدف أي. فصار هنا ما يعرف بركض التقاطع بين اللاعبين الاثنين دولة. شوف هاي المنطقة يحدث بها ركض تقاطع، فالخمسة يروح بنى على الهدف بي ويا زميله خمسة، لكن صوب على الهدف أي، والثلاثة وأربعة بنوا على الهدف أي، لكن ركض التقاطع ماله راح صوب على الهدف بي. هاي التمارين اللي بيها نوع من أنواع تبادل المراكز بركض التقاطع هي إضافة جيدة للتمرين، وتمنح اللاعبين ما يعرف بتوقيت الفعاليات من دحرجة إلى مناولة إلى ركض من قبل اللاعبين أربعة وخمسة إلى تهيئة، ثم إلى ركض تقاطع لتصويب الكرة المعاكسة على الهدف البعيد. هذه تمارين جيدة، أنا أحب تطبيقاتها، لأن أولا بها سميناها فاكهة، أنا أسميها فاكهة التدريب. ما في لاعب في العالم لا يرغب بهذه الفعاليات، لا يتمنى أن تستمر لأطول فترة ممكنة. لذلك لا عندك أنت حتى لو عندك 20 لاعب، خمسة بخمسة بخمسة بخمسة، ويتبادلون المراكز، يتبادلون المراكز، اللي دحرج يصير لاعب مكان يعني ثلاثة يجي مكان أربعة بعد انتهاء الفعالية، وأربعة يروح مكان ثلاثة، وهكذا تكرر العملية تكرر العملية. في هذه التمارين أرغب كشخص يعني يعطي أفكار، أرغب أن تطور مثل هذه الفعاليات. فأنا لو سألتك الآن أنت مدرب، إذا عملت هذه تصويبة على الهدفين لكل لاعب يصوب خمس مرات، ثم عندك خمس مرات أخرى لكل لاعب، عشان تصير عشر مرات لكل لاعب، أنا أقول أمثلة قد تكون أربعة بأربعة، فأنت سويت الجزء الأول هذا. الجزء الثاني ما هو المتغير اللي ممكن أن تعمله
عشان نضيف تحدي أكثر على أداء الفعالية وعلى اللاعبين. لا أريد أن أطيل. أنا الدكتور موفق المولى أتمنى التوفيق، ونحن بانتظار مباراة القوة الجوية والزوراء للفرق العراقية، وأتمنى التوفيق للرياضة العراقية من أجل عيون الجمهور العراقي الذي سيكون الرقم المركزي بإذن الله تعالى في بطولة الخليج القادمة التي ستقام في الفيحاء. اللهم احفظ العراق وأهل العراق من الشمال إلى الجنوب، وأهلا وسهلا بأهلنا في ديارهم. هذا الشعار يجب أن يكتب، أهلا وسهلا بأهلنا في ديارهم، كل دول الخليج أهلا وسهلا بأهلنا في ديارهم. هاي درايهم، هاي العراق دارهم. نتوكل على الله. شكرا جزيلا علي منطق المولد، ذهبنا مذهب آخر لهم.